أنا تكلمت كيف كانت مسيرتك بعد التخرج، كيف طورتي نفسك في تخصصك، شو تنصحينا؟ والله أنا كنت نشيطة ولا زلت الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم أدمها نعمة. في يعني أنا كنت من أول دكتورة في دفعتي تخصصت، فأنا لما أخذت التخصص كانوا يجولي الآن قد سمنت شوية وبان علي العمر، بنت شوية كبيرة، بس أول كنت نحيفة وصغيرة وتخرجت بسرعة. فأول ما اشتغلت في صنعاء والله أن الدكتور المريضات يدخلوا يقولوا لي أنت استشارية نساء والولادة وأنا صغيرة كده. لا وكنت ألبس بينك، كنت ألبس بينك وعمل مناكير ألوان وميزان، تعرفوا برج الميزان، وميك أب وحركات، يعني مثلا الجاكيت بينك والشوز بينك والمهم. فبعدين واحدة نصحتني، واحدة من المريضات، قالت هو الستايل حلو تبعك يعني، بس لازم كذا نحس انك دكتورة كبيرة، لازم تلبسي لبس كذا كلاسيك. فكنت احاول البس غوامق، يعني كنت ما البس الالوان هذه، كنت البس الوان فاتحة وكنت صغيرة. والحمد لله يعني تمكنت من التخصص بسرعة، يعني كنت اساسا، لانه شوفوا لما يتخصص الواحد وهو صغير افضل. كل زملائي وزميلاتي فضلوا انهم يشتغلوا طب عام يعني اغروهم بالفلوس اول ما تخرجوا، اخذوهم المستشفيات والمجمعات فاشتغلوا، المهم انهم بيشتغلوا معاهم رواتب كثير. وانا لا، قلت لا انا بروح ادرس، ورحت وتعبت ودرست وفعلا كانت 5 سنوات صعبة جدا، ال5 سنوات، وتخللتها حروب وتخللتها ازمات، أزمات البترول القوية اللي كنا نطوبر لما نقول أسابيع على البترول، ومع ذلك كملت الحمد لله وما وقفت. وحملت في آخر سنة، حملت وكان يا أني أولد أو أمتحن، يعني كان الامتحان في الشهر 9، متخيلين يعني؟ فكان أنه كيف كنت أذاكر وأقول يا ربي لو تشيلي الولادة قبل الامتحان بيوم، يعني كيف بسوي؟ رجعت قلت بذاكر وبس على الله. فالحمد لله امتحنت وجلست 5 أيام ودخلت ولادة، دخلت قيصرية. امتحنت اليوم في الأردن، سافرت اليوم الثاني عدن وجلست في عدن يوم، وصلت صنعاء جلست يوم، رتبت نفسي ورحت سويت القيصرية وسميت بنتي عليا. ليش؟ لأنه جاني طلق وأنا في مطار الملكة عليا في الأردن، جاني رغم أنه أنا كنت بسميها ريتا، فجاني طلق وانا في المطار وكنت بولد، فوترت اللي معايا، اللي جاءوا معايا زميلاتي والدكاترة واللي احنا رحنا دفعة من اليمن، فكانوا متوترين. بس والله حلو، عجبني الدلالة اللي دللوني، واحدة تقول لي انا مدي رجولك، واحدة تقول ارفع رجولك نزلي، وانا المهم بعدين الحمد لله وصلت صنعاء ودخلت قيصرية اليوم الثاني. شوفوا والله أنا ليش دائما أقول لكم، والله اللي يتوكل على الله ويبذل جهد أنه ربي مستحيل يخيب ظنه، مستحيل. كنت أقول يا رب أنا بذاكر ومذاكرة مذاكرة متعبة، يعني مذاكرة الامتحان دكتوراه وفي الأردن والممتحنين من كل الدول العربية، تخيلين، من فلسطين، من الأردن، من العراق، من السودان. أصعب واحد كان اللي من السودان، أصعب لجنة كان السوداني، هذا كان. فاللهم لك الحمد، مبسوطة أنا إنه ربي خلاني ولدت بعد الامتحان. أيوة كنت أبغى أقول لكم حاجة بعيدا عن مسيرتي الطبية، السونار خلاص وقفوا إنكم تعملوا وقفوا انكم تسووا الدبلر ان شاء الله، الله يسعدك يعني واياكم. لما تروحوا تسووا سونار لا تسمعوا نبض الجنين، خلاص شوفوا قلب الجنين بينبض في امامكم شاشه، اكيد في كل العيادات احنا بنسوي